للحديث عن الفساد الحكومي في العراق واتخاذ مزاد العملة منفذا لتدفق العملة الصعبة من العراق إلى إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، مرحبا بكم. لنبدأ من تقرير لصحيفة اندبندنت بنسختها العربية، يقول هذا التقرير إن مزاد العملة بات منفذا لتدفق العملة الصعبة من العراق إلى إيران، لكن هنا كيف استطاعت الميليشيات تمرير العملة الصعبة إلى إيران؟ هل الخلل موجود في القواعد المنظمة أم في الرقابة دكتور؟ دكتور خضير؟ دكتور خضير؟ نعم، هل تسمعوني الآن؟ إنه واضح الآن. طيب دكتور، صحيفة اندبندنت من نسختها العربية قالت في تقرير لها إن مزاد العملة بات منفذا لتدفق العملة الصعبة من العراق إلى إيران. بداية، كيف استطاعت هذه الميليشيات أن تمرر العملة الصعبة إلى إيران؟ هل الخلل في القواعد المنظمة أم في الرقابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بات من الواضح جدا أن العراق أصبح مرتعا خصبا لإيران لتكليص الأثر الذي تعانيه من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. وإحدى الوسائل والمنافذ التي استحوذت عليها الميليشيات هو السيطرة على البنك المركزي من خلال شراء العملة عن طريق وسطاء وبنوك تتعامل على شراء هذه العملة بوسائل قانونية، كأن تستورد البضائع من خارج العراق بأسعار أكثر من أضعافها مرات عديدة، ثم إنها تقوم بالحصول على العملة الصعبة العراقية، وبالتالي هذه المبالغ تعطى بأسعارها الاعتيادية إلى المصدرين الذين يتعاقدون معهم. والفرق بين السعرين، السعر الذي يتم الشراء به والسعر الطبيعي، يذهب إلى عملاء إلى إيران، وهؤلاء العملاء الذين يمتلكون القدر النافذة على البنك المركزي كأنما يوفرون غطاء قانونيا لحصول إيران على العملة الصعبة من موارد العراق وشعبه. طيب، وأصبح هؤلاء يستنزفون الموارد المالية الكبيرة من العملات الصعبة لصالح إيران ليحققوا من خلالها استقرارا لأسواقهم. طيب، وحالة بالحقيقة هي استنزاف ونصب معلن، ولعل الخزانة الأميركية تدرك هذا إدراكا واسعا. طيب، ويفترض عليها أن تقوض مثل هذه الاتجاهات طالما هي تخضع إيران لعقوبات اقتصادية. طيب دكتور، يعني كما تفضلتم، ولكن عطفا على كلامكم، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول إن الخزانة الأمريكية تغض الطرف عن عمليات غسيل أموال تجري في العراق. ما مصلحة الولايات المتحدة في السكوت على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران؟ والله الحقيقة هناك اتفاقات تحت الطاولة بين أمريكا وإيران، وبالتالي تغض الطرف عن هذه الأموال المهربة والتي تستخدم في أغلب بلدان المنطقة لتسخير سبل الإرهاب وأذية المنطقة برمتها، لأن أمريكا تدرك إدراك كاملا أن إيران الآن تعاني من ضعف كبير وتدهور كبير في العملات المحلية،
ولا يتوفر لديها أي قدر من شأنه أن يحقق لها استقرارا اقتصاديا وماليا. لكن أذناب الإيرانيين في العراق ومنهم الميليشيات التابعة لإيران يستحوذون على ثروات العراق، وأصبح العراق بالنسبة لهم كحديقة خلفية لتوفير متطلباتهم. هؤلاء الأذناب والعملاء كمن يسرق من داره ليعطي لجاره، وهذه ظاهرة لم تحصل في تاريخ العراق مطلقا على مد 7000 سنة، وحتى في وجود الإمبراطورية الفارسية آنذاك لم تكن أموال العراق تهدر بهذه الشاكلة، وإنما كانت تابعة إلى الإمبراطورية الفارسية، ولكنها مستقرة بأموالها ومواردها وخدمة شعبها. من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لكم.